السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها لمناقشة ردود الأفعال حول قرارات الرئيس هادي الأخيرة. مجددا عادت أخبار المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الواجهة عن طريق البيان الأخير الذي رفض واستنكر من خلاله المجلس الانتقالي قرارات الرئيس هادي التي قضت بتغيير محافظي حضرموت وشبوة وسقطرة المنضويين تحت لواء المجلس. وبنظر كثيرين فإن العودة التي جاءت كردة فعل لا تعدو كونها عادية، خصوصا بعد أن فقد المجلس الانتقالي قدرته على المناورة السياسية. نتوقف عند هذا الخبر وأبعاده لنناقشه في محورين: هل سيستمر المجلس في مواقفه المناوئة لقرارات الشرعية؟ وكيف سينعكس موقف المجلس على الأوضاع الميدانية في المحافظات المذكورة؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. لم تمضي أكثر من 24 ساعة على قرارات الرئيس هادي حتى أعلنت هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي رفضها لتلك القرارات التي أطاحت بثلاثة من أعضائه. كان الرئيس هادي قد أصدر قرارات مفاجئة بتعيين محافظين جدد لحضرموت وشبوة وسقطرة، وهو ما اعتبره محللون خلطا لأوراق لعبة النفوذ في الجنوب الدائرة بين حراك الانفصال والشرعية. لاقت قرارات الرئاسة ترحيبا شعبيا مشروطا، فما يهم المواطنون هو سلطة محلية توفر الاستقرار وتضمن الأمن وتنهي حكم الشلل والعصابات. أبدل العصابة الأولية دي كلها الحرامية دي بالواضح، أنا بقول لك خدام علمهم، وهم حي عندنا الكهرباء والمعيشة للناس للخاص. نحن نطالب المحافظة تغيير كلهم، لفي النفط لفي المارك لفي الشرطة لفي الجادة، كلهم بغنام خريون هيون، ناس ثانيين كوادر ثانية في موجودين. إذا كان التغييرات هي ملموسة فعلا، القائد البحسني إنسان فت، شفت كيف ولو بصماته، لكن حكم أنه عسكري هذا له جانب. وقد صعد المجلس الانتقالي في بيان له لهجته الرافضة للتعيينات الجديدة، حيث أكد أنه لن يتعامل معها وسيبقي الوضع على ما هو عليه. واعتبر البيان قرارات هادي استهدافاً ليس فقط لقيادات المجلس الانتقالي بل أيضاً لقضية الجنوب وشعبه، ودعا المجلس إلى مليونية حاشدة في 7 يوليو المقبل لرفض ما أسماه الاحتلال العسكري للجنوب. وقد خلقت القرارات الرئاسية الأخيرة ورفض المجلس الانتقالي لها حالة من التساؤلات حول موقف السعودية والإمارات، فرغم كون تلك القرارات تستهدف شخصيات حليفة للإمارات إلا أن مراقبين يستبعدون صدورها بدون علم الرياض وأبوظبي، خصوصا وأن محافظ حضرموت الجديد تربطه علاقات جيدة مع الإمارات. قرارات هادي ورفضها تعد جزءا من الصراع السياسي حول إدارة الجنوب، وهو الصراع الذي أدى إلى خلق حالة من الازدواجية في ممارسة السلطات بين الشرعية والحراك المتمرد عليها. وتعد هذه القرارات بنظر مراقبين إلغاءً لتلك الازدواجية، لكنها تعمل في الوقت ذاته على كسر حالة الجمود التي يعيشها المجلس الانتقالي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الناشط السياسي أحمد الصالح من نيويورك. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، وكل عام وأنتم بخير والمشاهدين الكرام. مرحبا بك أستاذ أحمد. في البداية، لماذا برأيك يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي لقرارات الرئيس هادي الأخيرة؟ أولا يا عزيزي الفاضل، هناك شراكة فرضتها المعارك والحرب والأحداث بين الجنوبيين عبر قياداتهم في الجبهات والسياسيين أيضا والشعب عامة وبين ما يسمى بالشرعية، وهذه الشراكة فرضت بأن يكون جزء من قيادات الجنوبية على إدارة المحافظات وفي الأجهزة العسكرية والأمنية في تلك المحافظات. والشراكة تقتضي الاحترام وتبادل الاحترام بين الطرفين، لأن هناك عدو أساسي وهو الحوثي والمخلوع صالح وأيادي إيران في المنطقة. لكن هادي أصيب بنزق ضيق وأضاع البوصلة
الحقيقية لمشكلتها الأساسية، واتجه بأنه هؤلاء تصعد أسهمهم وقبولهم الشعبي واحترام الناس لهم في الشارع، فوجد نفسه يضيق شيئا فشيئا حتى لم يستطع أن يتحمل. فبدل من أن يذهب إلى تغيير حقيقي في مؤسسات الدولة ومحاسبة الفاسدين الذين هم قريبين جدا من دائرة القرار والسلطة وبالذات في مؤسسة الرئاسة الذين يعبثون بالمال العام وبرواتب الناس وبالخدمات العامة، ذهب ليقصي ويلفت البوصلة الحقيقية إلى شركائه الأساسيين الجنوبيين. الرئيس هادي كان يفترض قراءة الواقع بدقة ومعرفة حجمه الحقيقي في الشارع الجنوبي واحترام تضحيات الناس واحترام ما تعرضوا له بسببه وبسبب شرعيته، والبحث عن نقاط الالتقاء. الشارع الجنوبي والقيادات الجنوبية لم ولن يكون يوم من الأيام أعداء لهادي ولم طيب أستاذ أحمد، من عينهم الرئيس هادي؟ لكن من عينهم الرئيس هادي؟ هادي يبحث عن هذه النقطة وهذا لن يكون في صالحه أبدا. طيب من عينهم الرئيس هادي الآن على رأسهم البحسني وأيضا الحارثي والسقطري؟ هم من أبناء المحافظات الجنوبية وهم أيضا يعني من القيادات التي تحظى باحترام الجنوبيين وبقدر كبير. إذن ما هو الضير؟ لا توجد إشكالية يعني في مسميات الأشخاص، بقدر ما أنه لماذا تم التغيير هؤلاء. أنت تعرف بأن القانون السلطات المحلية يأتي بانتخاب المحافظين عن طريق المحافظات، فبما أن لا يوجد هناك تطبيق للقانون وهؤلاء المحافظين يحظون بشعبية وقبول شعبي في محافظاتهم، فلماذا يتم تغييرهم؟ لأن أولاً الناحية الثانية محافظ، اسمح لي يا سيدي، هنا نقطة مهمة جداً. محافظة شبوة، مع احترامي الكبير جداً لبعض الاتخاذ القرارات، هذا الرجل هو الرجل الأول التابع لعلي عبد الله صالح للمخلوع، وهو تابع ويستمد تعليماته من عارف الزوكة من صنعاء، وهو رجل عليه دوائر كبيرة جداً في تواصله مع بعض متطرفين من تنظيم القاعدة وداعش هناك يحركهم بفترات سابقة، وهذا مثبت بالدليل القاطع. وبالتالي لماذا هادي يكافئ شبوة بهذه الأشخاص وهذه الشخصيات التي ليس لها قيمة في الشارع الجنوبي؟ أبناء شبوة رفضوها ولن يقبلوا بها أبدا. يفترض بأن تكون الشخصيات التي تنتخب أو تختار لهذه المناصب المحلية في إدارة المحافظات أن تكون محل إجماع من أبناء الوطن، من أبناء المحافظة، وليس من كيف حكمت من دائرة أستاذ أحمد، كيف حكمت بأن هذه الشخصيات لا تحظى على شخص مقرب لهم ينفذ لهم أدوات كيف حكمت أستاذ أحمد ثم يعاقبون به الشعب؟ لا يستطيع أن يقبل ولا يتحمل هذه الشخصيات. كيف يعني قمت بهذا الحكم القطعي بأنهم غير مرحب بهم في الشارع الجنوبي، رغم أنه لم نرى حتى الآن أي ردود فعل لرفضهم أو قبولهم على الأقل؟ في محافظة شبوة أصدرت المجالس هناك برفضها للتعيين للمحافظ، هذا في محافظة شبوة على وجه الخصوص. أما في حضرموت البحسني هو رجل مقاوم جنوبي ومعروف توجهه، ولكن نعرف الآلية الحقيقية لماذا تم اختيار البحسني واحتفاظه بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. هادي يعرف مدى قبول أحمد سعيد بن بريك في قلوب الحضارم في تلك المحافظة، وبالتالي لا يستطيع أن يأتي بأي لماذا لم يلتزم أستاذ أحمد لماذا لم يلتزم المحافظ السابق باليمين الدستورية التي أداها أمام الرئيس هادي الذي كلفه وأعطاه كل الصلاحيات في حضرموت، أيضا على وجه الآخر في شبوة والمحافظين الآخرين؟ لماذا لم يلتزموا حتى لا يتم إقالتهم عن دائرة اليمين التي وضعوها أبدا؟ عملوا بكل جهد واجتهاد ورغم الحصار لهم من قبل الحكومة، وعملوا بكل ما يستطيعون، بل بأنهم فاقوا حجم ما يستطيعوا العمل به لإرضاء الشعب والقيام بالخدمات هناك، ومع ذلك كانوا دائما يرددون بأنهم تحت شرعية هادي وأنهم متمسكين بهادي وشرعيته. لكن الإشكالية الكبيرة جدا النزق الضيق عند هادي الذي لا يقبل بأن يكونوا هؤلاء جنوبيين. يا سيدي العزيز، الحراك الجنوبي هو ضمن ما يتكلم عليه هادي، هو جزء من ما يتكلم عليه هادي في مخرجات الحوار الوطني، وبالتالي لماذا هذا النزق ضد هذه القوة السياسية الحقيقية التي واقعة على الأرض؟ ثم أنه من يصدر قرارات يجب عليه أن تكون له الآليات والأدوات لتنفيذها. إذا كان أكثر من شهر إلى اليوم لم نستطيع تمكين محافظ عدن المفلحي من إدارة المحافظة لأنه لا توجد لديه أدوات أو آليات لإصدار القرار، لماذا تخلق مشكلة أخرى؟ هناك عجز وخلل كبير جدا في هذه الشرعية يا سيدي العزيز، ويجب على العقلاء فيها بأن يراجعون حساباتهم، لأن المعركة الحقيقية ليست مع أبناء الجنوب وليست مع القيادات الجنوبية. المعركة الحقيقية يفترض أن تكون في صنعاء وفي مران وفي ذمار وفي المناطق التي يقتل فيها الحوثي ويحاصر الناس. طيب أستاذ أحمد أن نشارك معنا بالحديث، وكنا لدينا شراكة حقيقية جدا، ولم أحد من هؤلاء سواء
من هم في الشرعية، المحافظين والمسؤولين أو حتى المواطنين، ينكر شرعية هادي. ولكن هادي كأنه يريد أن ينفر الشعب منه والمواجهة منه، وعندما يواجه الشعب أن يكون لهادي، هادي لا يستطيع اليوم العودة حتى إلى الأرض. فبالتالي طيب، يجب عليها البحث عن نقاط الالتقاء ليستطيع أن يعود مرة أخرى. طيب أستاذ أحمد، اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث. نعم، اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث وزير الزراعة الأستاذ أحمد الميسري. مساء الخير معالي الوزير. مساء النور. مرحبا بك معالي الوزير. إن كنت قد سمعت ما طرحه الأخ أحمد، الأستاذ أحمد الصالح من نيويورك، ويتهم فيها الشرعية بأنها تريد إقصاء أبناء المحافظات الجنوبية ومن هم قيادة للحراك الجنوبي، وهذا عبارة عن تخوف من الرئيس هادي لمدى القبول الشعبي الكبير الذي حظي بهؤلاء القادة في الجنوب. طبعا ما سمعت جزء من الحديث، ما سمعت كله، لكن على كل حال القرارات ما يخص إصدار قرارات بتغيير المحافظين هذه من صلاحيات الرئيس هادي، ولا يحق لأي أمكان الاعتراض عليها. فيما يخص المجلس الانتقالي أو المجلس الذي سموه الإخوان المحافظين الذين عزلهم هادي، هم اختاروا أن يكون عيدروس الزبيدي رئيسهم، ينتظروا لما تجي دولة عيدروس الزبيدي وبعدين يعينهم. الآن موجودة دولة الرئيس هادي الذي يقبل بأن يكون الرئيس هادي هو رئيس الجمهورية الشرعي، والذي معترف به المجتمع الدولي كامل، والذي لديه الجنود كامل، والذي يقاتل من أجل الشرعية، والذي أتى بالتحالف هو بقرارات من الرئيس هادي، وبإمكانه إلقاء وجود التحالف أصلا، التحالف الذي يستظلون المجلس الانتقالي بجزء منه، التحالف الذي يستظلون الإخوان في المجلس الانتقالي بجزء منه. نحن من أبناء الجنوب ونحن موجودين في عدن، ولا نعترف إلا بقيادة الرئيس هادي لسبب بسيط. ليس نحن لسنا ربما نكون يعني لدينا اعتراضات على بعض أداء الشرعية صحيح، لكن التجاوز الشرعية الوحيدة في اليمن ينشئ شرعيات كثيرة مختلفة. كل مجموعة تتواجد على جزء من الأرض اليمنية ستعلن نفسها شرعية، وبالتالي لدينا مصلحة جميعا أن نستظل بهذه الشرعية، وإن كان فيها يعني بعض الخلل لأنها الخيار الوحيد. نعم، إذا كان لدينا خيارات أخرى نحن مستعدين نناقشها. طيب أستاذ أحمد، المجلس الانتقالي الجنوب. نعم أستاذ أحمد اسمح لي، المجلس الانتقالي الآن أعلن بيان رسمي ودعا المواطنين إلى الاحتشاد في تاريخ 7/7 لرفض هذه القرارات، وأنهم في المحافظات التي تم تغيير فيها لن يتم التعامل مع قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي. إذن ما الذي ستعملونه أمام هذا الرفض وأمام هذه الدعوات؟ نحن لن نتصرف كتصرف عصابات، نحن سنتصرف كتصرف دولة، نحن نستظل بمؤسسات دولة. الذين يريدون أن يدخلوا الجنوب كبتهات وصراعات فليجربوا حظهم. الذي يعتقد أن الجنوب عبيد مع عيدروس الزبيدي أو مع المجلس الانتقالي أو مع أي حد فهو مخطئ. نحن نقول بكل وضوح لم تنتهي حربنا مع الحوثي، هؤلاء يخدمون عساش ويخدمون الحوثي، هؤلاء جناح إيران، الحراك الإيراني هو الذي يحرك الأمور من الضاحية الجنوبية، يبطلوا مزايدات عالية في الجنوب. نحن نريد الأمور أن تستقر، ومن يختارها أبناء الجنوب في المستقبل هو الذي سيدخل معاشيه بالصندوق وليس بالبلطجة. قرارات الرئيس هذه ستنفذ وبين الأيام يجربوا. نعم. طيب أستاذ أحمد، ألا ترى بأن هذا الخطاب التصعيدي الذي قام به المجلس الانتقالي، وأيضا وجهة نظرك الآن التي تتحدث بها، ربما تؤزم الوضع أكثر، وأن الخيار ربما بالتفاهم سيكون لصالح الجنوب ولصالح أبناء الشعب؟ الأصل الموضوع بكل بساطة يجب أن الآن التناقض واضح. عندما يقولوا نحن نحترم شرعية الرئيس هادي، هذا كذب. هؤلاء مجموعة يتنمرون لطيبة الرئيس هادي ولمرونته وهدوءه، يقوموا بحركة تنمر. التنمر هذا أصلا لم ينفع دحاح ولن ينفع الزبيدي ولن ينفع من بعده. قوة الرئيس هادي في شرعيته، قراراته تنفذ بقوة القانون وبقوة الشرعية وليس بالقوة الذي يعتقدونها. إذا أرادوا أن يدخلوا في الفوضى فهذا من عندهم وليس من عندنا. نعم، هل تعتقد بأن هناك ربما يعني قوة كبيرة المجلس الانتقالي يستند إليها وهو يقوم بهذه التصرفات من باب ثقة كبيرة بأنه لن يخذله؟ من هم الذين يخذلوه؟ المجلس الانتقالي ما حد معه. المجلس الانتقالي هو فصيل، نحن نقول بكل وضوح إذا كان أعلنوا أنهم فصيل سياسي نحن كنا سنرحبه، وممكن يكون حتى أكبر فصيل في الجنوب سنرحب وسندعمه.
أما أن يعلنوا أنهم أوفياء على أبناء الجنوب فهذا هذا الخطأ الذي ارتكبوه، أنهم هم أعلنوا أنهم يقودوا فترة انتقالية. من صوبهم؟ نحن عبيد معهم، هم عبيد لناس ويريدون أن نكون عبيد لعبيد. الجنوب لم يحكمها إلا أحرار، والأحرار لن يحكموا إلا أسياد، وبالتالي لن يقبل أبناء الجنوب أن يحكموا عبيد. هم عبيد ويعرفون لمن هم عبيد، وبالتالي نحن لن نكون عبيد إلا عبيد. نحن نقبل أن نكون أسيادا يقودنا أحرار. هذه هي الحقيقة. نحن نقول أن الوضع واضح. مثل في الجمهرة وحشد مئات أو آلاف لا يمثل الشرعية. العالم كله لا يعترف إلا بالصندوق. من أختار أبناء الجنوب في الصندوق بعد أن تستقر الأمور هو الذي سيحكمنا. نحن نقبل بالصندوق وما أعتاب الصندوق هو الذي يمثل الشرعية. أما مجموعة من 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 الحشود من العوام من البسطاء من المغيرين يأتون بهم إلى عدن ليحشدون، هذا أمر نحن جربناه وجربوه هم، لن يأتي بنتيجة. وأنا أقول لك لن يأتي بنتيجة. كل أقصى ما يملكوه الإخوان هؤلاء أن يحدثوا فوضى، والفوضى سهلة. ومثل صنعاء التاريخ يقول أن مخرب قلب ألف عمار، فليخربوا. أما مثلة إعمار وبناء البلد يحتاج إلى رجال دولة، إلى رجال يتحمل المسؤولية. نحن نقول نحن أخوة ونحن في الوطن شركاء، ولا يملك أي حق لا أنا ولا غيري أن يقتل. هل يعقل أنني أجتمع أنا والمعروف في غرفة من العجلة وأخرج ببيان وأقول أنني وصي على أبناء الجنوب وأجمع لي 10,000 ولا 5,000 يطبلوا في الشارع ويقولوا بحياتي بأنني وكيل عن الجنوب؟ هذا كلام يا أخي، هذه فوضى. يجب أن يتعلموا من التاريخ، يجب أن يتعلموا من ما حصل في الجنوب. نحن أمام فرصة تاريخية حتى للهدف التاريخي الذي يسعى له في الجنوب. أمامنا فرصة تاريخية. جناح إيران العراقي يريد أن يضيع هذه الفرصة. يجب أن نفهم. نعم. هذا الكلام الذي يدور الآن أو الذي يخطر من. طيب أستاذ أحمد. أنت أبحث عن المستفيد. المستفيد هم الذي في صنعاء. الذي يحكمون صنعاء الانقلابيين هم المستفيدين. أي كيان أو أي مجموعة أو أي تصرف يخدم الانقلابيين نحن ضده. طيب استاذ احمد اسمح لي. نعم استاذ احمد. نعم معالي الوزير. ونحن ضدها. نعم معالي الوزير اسمح لي ان اشارك معنا في الحديث ايضا الناشط السياسي خالد اللبود من عدن. استاذ خالد مساء الخير. مساء النور. استاذ خالد ربما سمعت ما طرحه الاستاذ احمد الصالح وهو يعني يؤيد كل ما جاء في البيان الذي يتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرفض قرارة الرئيس هادي، وايضا سمعت ما قاله معالي وزير الزراعه الاستاذ احمد الميسري وما طرحه بخصوص من ينصبون أنفسهم يعني على الجنوبيين. ما رأيك أنت في وجهات النظر التي سمعتها منهم؟ أولا نستغل فرصة التواصل معكم لنهنئ الشعب اليمني خاصة بعيد الفطر المبارك. مرحبا بك. أما بعد أعتقد أن هناك أمور بحاجة إلى أن نقف عندها لنقيمها واحدة على خطوة خطوة. أولا كلنا لا يمكن أن ننكر الدور الذي قام به الحراك الجنوبي ممثلا باللواء عيدروس واللواء شلال في الفترة من ديسمبر 2015 إلى اليوم في موضوع الجانب الأمني في عدن. نعم. لا ما كان يمكن أن يقوم أي طرف آخر بهذا الدور في عدن إلا هم، وتمكنوا فعلا بالنجاح في هذا الموضوع بامتياز. نعم. هل هذا البيان هل البيان استاذ خالد يخدم القضيه الجنوبيه ويخدم الشارع الجنوبي؟ الطرف الوحيد المستفيد من شق الصف الجنوبي وشق صف الشرعية بشكل عام هو الانقلاب. نعم. كل القرارات التي تصدر لا تصدر من بقرارات فرديه من رئيس الجمهوريه، وهذا ما نتمناه، انه ما يحدث اليوم عندما تم تشكيل لجنه قبل فترة بسيطة من لجنة إماراتية سعودية يمنية. نعم. نعم. كانت هذه اللجنة مسؤولة عن للإشراف على كل القرارات الجديدة، وأعتقد أنه من ضمن هذه القرارات أنها لم تتم كقرار فردي، وبالتالي فإن لها حسابات سياسية بشكل معين. ليس من حقنا أبدا أن نرفض صوت في الجنوب يطالب بمطلب معين وأن يكون له تمثيل معين، أن يكون وهو شريك موجود في السلطة. نعم. موجود في الحرب، موجود. نعم. في الأرض لا يمكن إقصاءه أو إلغاء صوته. نعم. ولكن طيب. عندما يكون شريك في السلطة عليه أن يعلم بأنه شريك في سلطة شرعية تمثل
يمثلها في الرئاسة الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، ويمثلها الحكومة والسلطة التنفيذية بشكل عام. نعم. طيب أستاذ خالد، التحفظات الشديدة على كثير من 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 سلوكيات هذه السلطة، إلا أنها في الأخير تظل هي السلطة الشرعية. نعم. بغض النظر عن اختلافات معها. طيب أستاذ خالد، اسمح لي أعود للأستاذ أحمد. نعم. استاذ خالد اسمح لي ان اعود للاستاذ احمد الصالح من نيويورك. طبعا. تاخرنا عليه قليلا. استاذ احمد، عدنا لك من جديد. المعالي الوزير احمد الميسري يقول بان هؤلاء نصبوا عيدروس الزبيدي رئيسا لهم ولا يعترفون برئاسه الرئيس عبد ربه منصور هادي. استاذ احمد الصالح، استاذ احمد الميسري، في الحقيقه انه اللغه هذه لا تخدم الا من يعرفهم هو. انا لا اريد ان ادخل في اتهامات ومهاترات مع شخص جنوبي، لاني احترم كل الجنوبيين. نعم. لكني اود ان اقول له اتهامات حول موضوع الحراك الايراني وما ايراني، نحن نعرف من هي هذه اللغه التي تتكلم فيها. هؤلاء القاده المقاتلين الذين يتهمهم اليوم بانهم تابعين للضاحيه الجنوبيه والايران، هم الذين ثبتوا ودافعوا عن عدن وعن الجنوب عندما كانوا بعض من يسمون انفسهم قاده يختبئون في عباءات نسائهم. هؤلاء القادة هم من ثبت عندما كان هادي يهرب مع الطرقات والجبال والصحاري، وجميع القادة تركوا عدن للحوثي وعفاش يفترسوها. أنا يعني أستغرب هذا الكلام، وفي نفس الوقت لا أستغرب من أحد تربى في مدرسة عفاش بأن يطلع هذا الكلام للاتهام لقيادات جنوبية شريفة. يفترض بنا أننا نختلف ونتفق وندخل في نقاش، ولكن نبتعد عن 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 تجريح وعن التهم التي لا تخدم احد. لانه استاذ احمد، انت يعني انت اتهمت وجرحت استاذ احمد. حتى نكون منصفين استاذ احمد، اسمح لي لو سمحت حتى نكون منصفين. انت يعني اتهمت بتهم وجرحت باسماء الشخصيات كمحافظ شبوه، وايضا بالاستاذ معالي وزير الزراعه احمد الميسري الان، ثم تنتقدهم لماذا يتحدثون بطريقه الشخصنه. كلامي واضح، لا تقولني ما لم اقله ابدا. اتكلمت على تهمه على محافظ شبوه مثبته، وانا من شبوه واعرف الكلام هذا والجميع يعرفه، لكني اتكلم الان كلام عام. دعني اكمل فكرتي الان. نعم. موضوع الشرعيه وما شرعيه، هادي كان يمتلك الشرعيه وهو في صنعاء، ومع ذلك حوصر ولم تنفع اعتراف العالم كله. هادي هرب من صنعاء بعد أن انتخبه 6 مليون صوت من صنعاء، ولم ينتخبه مواطن جنوبي. الجنوبيين الذين أحرقوا الصناديق هم من خلق شرعية لهادي، ودخلوا معه في شراكة حقيقية، واليوم يكافئهم بهذا الأمر. موضوع التهديد واللغة حتى الميدان، ومن فيه شيء يقابلنا هناك ومش عارف إيش، هذه لغة الضعفاء والجبناء الذين لا يملكون. الميسري وغيره يعرفون مدى بأن عيدروس الزبيدي لا يمثل لا قرية ولا قبيلة ولا أقلية. هو حصل باستفتاء شعبي وجماهيري موجود في الجنوب عامة بأنه مفوض عن شعب الجنوب كقضية الجنوبية، ويمثل الشارع الجنوبي. ولو حصلت انتخابات اليوم، أصغر واحد من أعضاء المجلس الانتقالي سيحصل على أصوات أكثر ما يحصل عليها هادي، وهذا الجميع يعرفوا الكلام هذا. ولهذا هم يغضبون من ذلك، لأنهم يعرفون بأن هادي لا يمتلك شعبية جماهيرية ولا حاضنة داخل المجتمع الجنوبي، ويتكئ فقط على ما تسمى الشرعية الهلامية التي هي على ورق. لكن نحن قلنا مرة وعشر ونكرر الكلام هذا، لأن لا زالت هناك فرصة للشرعية بأن نعمل سويا في مسار واحد، لأنه عدونا الحوثي والمخلوع صالح. نعم. وأذنابه حتى طيب وإن كانوا يتكلمون بأصوات. نعم. جنوبية. طيب سيد أحمد، ولكن للأسف الشديد هناك من يعمل على شق الصف هذا خدمة لأسيادهم عفاش وغيره، لشق الصف الجنوبي وخلق شرخ كبير جدا. نحن يا سيدي العزيز نقول بصوت عالي وواضح وكبير جدا. نعم. لأنه إن كان هناك من يمثل القضية الجنوبية اليوم ويحظى بإجماع شعبي واسع، فهو المجلس الانتقالي مثلاً بعيدروس الزبيدي. ولا نعم. ننكر أيضاً بوجود هناك تيارات وشخصيات قيادية جنوبية لا نتصادم معها ولا ننكرها من وجودها وحضورها أبداً، وبالتالي يجب على الجميع احترام الآخرين كذلك. نعم. هادي اعترف بياسين مكاوي، الأستاذ ياسين مكاوي، بأنه هو ممثل الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار، وياسين مكاوي لا يتبع في عدن والجنوب حتى 10 أشخاص. فبالتالي بناء على القياس الذي يتكلم. طيب استاذ احمد، سؤال قبل استاذ احمد، حتى نستغل الوقت، لم يتبقى الا وقت استاذ احمد، حتى نستغل الوقت، حتى نستغل الوقت استاذ احمد، من اجل ان نحترمهم، لان بيننا مصالح مشتركه، وفي الاخير لن يصح الا الصحيح. لغه التهديد والاستعلاء. طيب استاذ احمد، بالخارج ومش عارف ايش، واللمز والهمز لن تجي. اسمح لي استاذ احمد، اذا تكرمت استاذ احمد، والجميع يعرف ملفات الاخرين موجوده، استاذ احمد تسمح لي الان، موجوده والاختلاسات التي اختلسوها. اذا طيب استاذ احمد الصالح، استاذ احمد الصالح، اذا كان ما تقول حقيقي، الرئيس عبد الرب منصور هادي، اجب على سؤالي اذا تكرمت، اجب على سؤالي طيب تركتك الوقت. الرئيس عبد الرب منصور هادي عين من تحبونه ومن ترونه القادة، وعينهم على إدارة المحافظات الجنوبية، وسلم لهم كل السلطة المحلية لإدارة البلد. هؤلاء بعد عامين
ربما كما يتحدث الشارع في عدن والجنوبيين بشكل كبير جدا بأنهم فشلوا في إدارة الدولة ومؤسسة السلطة، فضلا على أنهم ينفذون أجندة تتنافى مع الشرعية وتعيق عمل الحكومة الشرعية، وهذا هو السبب الذي جعل الرئيس هادي يقوم بإقالتهم وتغييرهم من أبناء المحافظة الجنوبية ممن قاوموا ممن قاتلوا ممن كانوا في الصفوف الأولى عندما قاموا بمجابهة الانقلاب وطرده من المحافظة الجنوبية. يا سيدي، هذه الشرعية تضم في أروقتها من وزراء ومسؤولين ومسؤولين حكوميين، أفسد وزراء وأفشل وزراء وأفشل مسؤولين، ولم يقم أحد بواجبه. ولو أن هادي عندما أقال، إذا أنت تبرر هذا الفشل، إذا أنت تبرر هذا الفشل أستاذ أحمد، أنت تبرر هذا الفشل بيعني ما قدمه الوزراء المفسدون، أليس كذلك؟ دعني أكمل. نعم دعني أكمل. لم يتبقى وقت، لديك دقيقة فقط إذا تكررت أحمد. لو أقالهم وأقالهم وزراء العموم معهم وأقال طاقم كبير جدا في المحافظات الجنوبية يتكلم عنها، لظننا وأتأكدنا بأن هادي يبحث عن الناس الذين يخدمون الشعب، ولكنه عندما يتأمل بإقصاء الرموز الجنوبية فقط ويترك الفاسدين من وزراء وسفراء ومسؤولين في مؤسسات الرئاسة والحكومة، الرؤية واضحة. طيب أستاذ أحمد، نعم اسمح لي أنتقل إلى عدن. اسمح لي أستاذ أحمد، انتهى الوقت إذا تكرمت. أنتقل لمعالي الوزير أحمد الميسري في عدن. معالي الوزير، إذن الأستاذ أحمد الصالح يقول بأنه لا توجد أي شعبية للرئيس عبد ربه منصور هادي ولا يوجد له أي حضور في المحافظات الجنوبية، والتأييد الشعبي بشكل عام هو للمجلس الانتقالي. تفضل. ما هو القياس؟ القياس المعترف به الذي يستوعبه أي مثقف بسيط، ما هو القياس؟ ربما المقياس الذي معالي الوزير هم يرون للاحتشاد الذي يحدث، الاحتشاد هو استفتاء شعبي كما يقولون. لا لا لا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. نحن العالم كله لا يعترف إلا بحاجة اسمها صندوق، فلينتظروا إلى أن يأتي الصندوق. الرئيس هادي أصلا عنده طموح في السلطة، يريد أن يخرج اليمن إلى بر الأمان، ومن ثم تتشكل الدولة اليمنية كيف ما اتفق عليه اليمنيون بموافقة الإخوان في الإقليم والمجتمع الدولي، سواء إقليمين أو دولتين أو عدة أقاليم، وهذا أمر طبعا لا يقرره اليمنيون وحدهم كما يعلم الجميع. نحن لا نملك إرادتنا وحدنا، الذي الإرادة مربوطة برأي الأشقاء في الخليج، مربوطة برأي الإقليم كامل، مربوطة أيضا بإرادة دولية تتحكم في وضع في شكل اليمن القادم. وبالتالي نحن نسعى جميعا بان تكون اليمن، ان يخرج الرئيس اليمن الى بر الامان. نحن طبعا يعني مساله قياس شرعيه هذه، نحن لا نتحدث عن الشارع، نحن نتحدث عن شرعيه اخذها الرئيس هادي في الصندوق، نحن نتحدث عن شرعيه اخذها الرئيس هادي في ظرف خاص يعلمه الجميع. واريد مهمه محدده عطلها الانقلابيون، وبالتالي سيستمر الرئيس هادي بهذه الشرعيه الذي اقرها المجتمع الدولي كامل. ومثل ما ذكرتنا في الحديث في الفقرة السابقة، أنه التمسك بشرعية هادي ليس حبا في حسن أداء هادي. نحن قد يكون لدينا كثير من الملاحظات، لكن أقول أنه غياب الشرعية هذه، وإن كان لنا خلافات عليها، أن نستظل بظلها أفضل من أن نستظل بمظلة عشرات الشرعيات. هذا جانب. الجانب الآخر، نحن لم نهدد أحد. أنا حسب ما سمعت من كلامكم أن البيان الذي أصدروه توعدوا بأنهم ينزلوا إلى الشارع، هم من يهددوا، نعم. وهم من يقولوا أنهم يملكون الشرعية. من فوضهم؟ أنا باختصار أقول لكم، من فوض هؤلاء الناس أن يتكلموا مثل الجنوب؟ هذه مشكلة أبناء الجنوب، مشكلة أبناء الجنوب أن من جمع لك جماعة في أي شارع قال لك أنا فوض اسم أبناء الجنوب، هذا كلام غير صحيح. خل الصندوق يأتي بعد رؤوس الأيام عاشية، نحن سنكون جنود معه، ما عندنا أي إشكال. الصندوق، نحن نقول الصندوق، أما أن يأتي بقلية زبيد كلام غير مقبول. طيب معالي الوزير، لانتهاء الوقت، معالي الوزير، نحن لن نقبل أن نكون على الهامش، ولن نلقينا أحد على الإطلاق. نحن أبناء الجنوب لنا نملك مثل ما يملكون، إلا يكون أكثر في التاريخ وفي الجغرافية وفي النضال. معالي الوزير، كلمة أخيرة لأنه انتهى البرنامج. معالي الوزير إذا تكرمت، معالي الوزير كلمة أخيرة، انتهى البرنامج. معالي الوزير، كل واحد يأخذ وزنها، نعم. في التاريخ كل واحد يأخذ وزنه، في عدد الشهداء الذين ضحوا في حرب الحوثي كل يأخذ بحجمه، فنعب شهداءنا ونعب شهداءهم. طيب معالي الوزير، كلمة أخيرة فقط نختم بها البرنامج، رسالتك للمجلس الانتقالي وأيضا لأبناء الجنوب في نصف دقيقة إذا تكرمت نختم بها.
أقول إن أبناء الجنوب أمامهم فرصة تاريخية، يجب إلا تضيع، ويجب إلا نفوت هذه الفرصة، يجب أن ننتظر، ويجب أن نتخذ قرارات مدروسة وليس قرارات عشوائية، ويجب أن نتخذ قرارات من رؤوسنا وليس من رؤوس غيرنا. شكرا جزيلا لك معالي وزير الزراعة المهندس أحمد الميسري، والشكر أيضا للناشط السياسي أحمد الصالح كان معنا من نيويورك، وكذلك الشكر للأستاذ خالد اللبود الناشط السياسي كان معنا من عدن. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية معد الحلقة زميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.